ازيكم يا جماعة؟ كتير بيحتاروا هم رايحين يشتروا سخان، ايه الاحسن، الغاز ولا الكهرباء؟ كل واحد ليه مميزات وعيوبه، ولازم الواحد يعرف كل حاجة عن الاتنين قبل ما يشتري السخان عشان يقرر النوع المناسب ليه. سخان الغاز بيوفر لك مياه سخنة طول اليوم لانه مش مقيد بسعر تخزين محددة، بمجرد ما بتمر فيه المياه بتتسخن على طول. كمان النوع ده من السخانات بيكون اوفر في الاستهلاك لان الغاز ارخص من الكهرباء، وبالتالي الفاتورة اللي هتجيلك اقل لو جبت سخان غاز. لكن من عيوبه ان لو ضغط المياه في المنطقة ضعيف مش هيشتغل كويس، بس مع ذلك مش هتضطر تستنى شوية عشان المياه تسخن اول ما تفتح الحنفية، على عكس الكهرباء اللي بتحتاج وقت بعد ما تفتح الحنفية عشان المياه تسخن. اما سخان الكهرباء امن جدا مقارنة بسخان الغاز اللي ممكن يتسبب في تسريب غاز ويعمل مشكلة كبيرة عندك. كمان سخان الكهرباء هو الخيار الوحيد لو المنطقة اللي انت ساكن فيها لسه ما توصلتش بالشبكة القومية للغاز، بس عيبه انه بيحتاج لصيانة دورية بخلاف سخان الغاز اللي بيحتاج صيانة بس على فترات زمنية ابعد من سخان الكهرباء. دي كانت معلوماتنا النهاردة، اشوفكم الحلقة الجاية.